وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم فعالياته. معنا على الهواء مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، انقل لنا فعاليات اليوم في إطار مهرجان العالمين. أهلا بك إيمان وبكل السادة المشاهدين، أرحب بكم مجددا من مدينة العلمين الجديدة، المدينة التي تشهد إقبال كبير من الزوار على كل فعاليات المختلفة لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى. يعني نتواجد تحديدا الآن في الممشى السياحي الذي سيشهد عدد كبير من الفعاليات خلال الأيام القادمة وخلال أيضا أيام المهرجان، عدد من الفقرات الفنية التي ستكون موجودة على هذا الممشى بالإضافة إلى الفقرات وبعض الفرق التراثية والشعبية أيضا التي ستقدم كل فقراتها وأيضا فعالياتها من خلال هذا الممشى. وهذا الممشى هو ما يميز مدينة العلمين، نتحدث عن أن هذا الممشى بطول 14 كيلو مترا يقدم كل الخدمات الترفيهية. لكن دعوني أنقل لكم أيضا على ختام مباريات الجيل التحدي الذهبي وبطولة التيك بول بالأمس، كانت هناك أجواء مبهجة في يعني مساء أمس، كان هناك تشجيع كبير للمباريات التي انتهت بفوز فريق كابتن حسام غالي أمام فريق كابتن محمد فضل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وكان هناك أجواء احتفالية كبيرة جدا فيما يتعلق بتوزيع الجوائز على الفائزين. كان هناك توزيع الميداليات على الفائزين وأيضا استلام الكأس للفريق الحاصل على المركز الأول وسط أجواء حماسية وتشجيعية وهدايا من قبل اللاعبين للجمهور الذي تواجد ويعني كان موجود، وامتلأت كل المدرجات في أحد الشواطئ الجميلة في مدينة العلمين التي استضافت هذه البطولة، بالإضافة إلى بطولة التيك بول التي تم خلالها توزيع الجوائز على الفرق الفائزة من الفريق الحاصل على الجائزة الأولى والثانية والثالثة، والاستعداد أيضا للفعاليات القادمة وتحديدا لحفلة الفنان تامر حسني، بالإضافة إلى كل الحفلات التي ستستضيفها مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة المقبلة. أيضا مساء أمس كان هناك حفلة فنية لإحدى الفرق الغنائية التي أشعلت حماس الجمهور وأيضا أضافت مزيد من البهجة والسعادة على وجوه الزائرين الذين حرصوا على حضور هذا الاحتفال، وكان هناك عدد كبير جدا في هذه الاحتفالية الفنية وعبر عن سعادتهم بوجود مثل هذه الحفلات وأيضا التنوع في مهرجان العالمين الجديدة فيما يتعلق سواء كانت فعاليات رياضية أو فنية. وبالتأكيد سنتابع خلال الأيام القادمة كل الفعاليات المختلفة لمهرجان العالمين الجديدة. إذن أنشطة وفعاليات يعني عديدة تشهدها العالمين يوميا في إطار مهرجان العالمين. أشكرك من هناك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.